للمرحلة القادمة. بينضم لي في هذه اللحظات على التليفون زميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. أولا كريم برحب بيك وطمني على تدريبات فريق النادي الأهلي واللي شفته النهاردة في التدريب الصباحي، وغدا مباراة ودية مهمة جدا من فريق نادي الشمس قبل السفر للمعسكر الأوروبي في سلوفينيا. اهلا بك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. زي ما انت طبعا شرحت بالفعل، النادي الاهلي بيستأنف تدريباته على قدم الوثاق يعد بكل قوه خلال الموسم القادم. النهارده زي ما انت قلت التدريب النهارده كان صباحي في الساعه 9 صباحا، لكن سبقه الساعه 8:30 كان في تدريب لحراس المرمى تحت طبعا قياده المدرب الكابتن مصطفى كمال. كان قبل التدريب بنصف ساعه، ثم اشتركوا مع التدريب الكامل تحت قياده مستر باتريس. النهارده كان في بعض الاحمال البدنيه مستر مايكل ليندمانت مع الخطه البدنيه اللي هو حاططها من مساعده طبعا حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال. النهارده كان في تنفيذ جزء منها، يمكن كان في النهارده بعض الحواجز بعض السبرنتات في الملعب. الحمل تدريجيا بينزل قبل انطلاق المعسكر الاوروبي اللي هيرتفع فيه الحمل التدريبي سواء بالمباريات او بالتدريبات الصباحيه والمسائيه. ويمكن كمان النهارده الشيء اللي كان مميز وايجابي في التدريب النهارده كان في تدريبات الكره النهارده مع مستر باتريس، كان في شغل كبير النهارده من الجمل الاساسيه. حاول النهارده ان هو يبني الهجمه من الخلف عن طريق الاطراف باقل بساط، ثم الوصول الى المرمى والتصويب على المرمى. يمكن حاجه يمكن اول مره بنشوفها النهارده مع البصمات الاولى لمستر باتريس. وقف التدريب اكثر من مره، كان بيحاول ان هو يوصل فكره بان يكون الباص السريع على الاطراف، ثم يكون في كروس من اليمين او الشمال وانهاء الكره بشكل اسرع ومن اول لمسه واستغلال كل الفرص وعدم اهدار اي فرص. ودي كانت من الحاجات الايجابيه النهارده في التدريب زي ما بقول مميز وكان رائع بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. التركيز الزائد سواء في معسكر الاسكندريه اللي انتهى وبيبدا كمان التدريبات الثانيه قبل انطلاق ان شاء الله المعسكر الاوروبي. عايز اقول لك كمان النهارده كان بالنسبه لمستر باتريس كان في محاضره سريعه مع اللاعبين نتكلم معاهم على الفتره القادمه اهميتها. غدا مباراه الاهلي والشمس هي المباراه الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي. اداء كان متميز واداء طيب في المباراه الاولى. مباراه الشمس على ما اعتقد ترى اقوى من مباراه طرف، وهيشوف كمان بعض اللاعبين في بعض المراكز المختلفه. المباراه الماضيه شفنا اكرم توفيق بيلعب باك رايت، شفنا وليد سليمان في منتصف الملعب، اسلام محارب شارك في منتصف الملعب. اكيد مباراه الشمس هيكون فيها بعض الاستعانه ببعض اللاعبين في اماكن مختلفه. زي ما قلنا قبل كده مستر باتريس بيحاول يشوف كل اللاعبين هيقدر يدي كام في الميه في كل مركز، مش لازم يكون 100% او يدي كل اللي عنده، لكن بيحاول ان هو يشوف اللعيب في هذا المركز يكون يقدر يدي كام في الميه للاستعانه به خلال المعسكر الاوروبي في المباراتين المهمين جدا للكابتن محمد المدرب العام ومستر باتريس او خلال المشوار القادم لفريق النادي الاهلي. زي ما بقول لك غدا ان شاء الله تكون مباراه قويه للنادي الاهلي، بنتمنى النهارده يكون في استفاده للاعبي النادي الاهلي ومستر باتريس قبل ان شاء الله المعسكر الاوروبي اللي بيتمنى يكون ناجح باذن الله. تمام. طيب كريم، برضو انت قريب في التدريبات من اللعيبه ومن الجهاز الفني، الحاله المعنويه الحاله النفسيه مدى قرب الجهاز الفني، خاصه انه جهاز فني جديد مع اللاعبين؟ يمكن كابتن محمد يوسف بس طبعا كان مدير فني سابق وحقق مع الاهلي بطوله افريقيه ومعظم اللاعبين كان عارفهم بشكل كويس جدا وقريب جدا، لكن باقي الجهاز الفني مدرب الاحمال مدرب الحراس كابتن مصطفى كمال مع الحراس اللي معاه كابتن سامي قمصان كارتيرون حتى في تعامله مع اللاعبين، شايف الحاله ازاي والحاله المعنويه للمرحله القادمه؟ اعتقد يمكن الحاله المعنويه مبشره ومطمئنه جدا سواء لمستر باتريس او لمستر مايكل ليندمان او لكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى. زي ما بنشوف محمد في التدريبات في تجانس في حب، بنشوف هزار مع مستر باتريس مع اللعيبه، بيتكلم مع اللعيبه بصفه مستمره وبشكل منفرد مع العدد كبير من اللعيبه. الراجل طبعا في اول معسكر في الاسكندريه عايز يوصل للعيبه يتعرف عليهم يشوف ايه اللعيبه ناقصه ايه، بيحاول ان هو يقرب بشكل كبير جدا. كابتن مصطفى كمال واحد من ابناء النادي الاهلي، الحب الكبير طبعا مع الحراس يمكن المتواجد هو علي لطفي من الحراس الكبار اللي موجودين باستثناء طبعا شريف اكرامي وويل الشناوي، لكن زي ما بقول لك العلاقه طيبه ورائعه. مستر مايكل ليندمان معروف حبه الكبير للعيبه واللعيبه بتحبه بشكل كبير جدا. اعتقد ان شاء الله يكون هذا الجهاز ان شاء الله يصحح المسار مع مستر باتريس في البطوله الافريقيه. زي ما بنقول مباراتين هامتين جدا محمد خلال الفتره اللي جايه، لكن الامور مطمئنه يعني لابد من جمهور الاهلي ان هو يتفائل بهذا المدرب وهذا الجهاز المطمئن ان شاء الله خلال الفتره القادمه. زميلي كريم احمد مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.